بحال كتخربقوا والله ما يمشي يقلب باش يفهم ومن بعد انا نزيد نعطيك شويه الاكسبيريونس ديالي فهمتي بلانت ياك بلان. الله مزيانة مزيانة. لا مزيانة ايوا اش غنقول لك هذا الشيء اللي كاين. انا مشيت الله صلي العصر يحفظك سير الله كمل يحفظك. القهوه ديالك أنا صاحبي تنعاود شاد لك. السن. الله يسهل عليك. واش مسافر حتى شي بلاصة؟ ماشي انا في في المغرب؟ تركيا، انا في تركيا أنت واش ساكن في تركيا أنت ولا شنو؟ وانا صراحه بالطير بالضحك كنت بعت واحد الدومين يعني النطاق بحال هكا بوان كوم ولا وجيت شريت دار بيه هنايا كبغيت ندير الدراري زعما شويه الموتيفيشن وصافي عاود بان تعجبني جو هنا وجيت عايش هنا الله بين ينور يا شيخ. مراكش. هي ما عرفتش ما عارفين غاش دير المغامره عاود انا في اخرى مراكش دابا، في مراكش دابا انا بصح. والله في مراكش. مزيان سيدي مزيان. كي داير الجو زوين. شوش لابس يعني سخون مزيان بخير شي 24 25 زوين. مزيان مزيان وهذا هو الوقت تما اللي غتلقاه مزيان. وما كون جيتي عندنا في الصيف اجي في شهر 8 دبانة باد باد بزاف. كان كيعجبك كنت تمشي على مراكش غير دابا علاش ما كدوزوش معنا الصيف تمايا؟ لا تصيف يا صاحبي. لا فلا عندكم داك الشيء الشوايه. الشوايه اخويا الشوايه لا ولكن لا انا ولد الشوايه. فتحي انا ولد انا ولد الراشيديه ولد ارفود الراشيديه انت انا مولد مولف. وحش. طب انا انت ما احنا صداد احنا المولفين كيجينا فيها الضحك فهمتي. ما راكش دابا تيجيك دابا انت يا عادي عادي فهمتني. زوين الله يعمر هدر. على ايوه شوف ما نسولك انا بحكم التخصص ديالي في العقار الديور تمايا شحال تتبدا كداش لافير الميتر كاري شي لعيبه عطيني شي معلومه شي تشارج. نعطيك معلومة ونقدر نعطيك انك دابا تقدر تجي تشري هنايا تشري ابارتو تشري استوديو ابتداء استوديو هنايا حدا البحر تقدر تشري ب 16 17 مليون في هذا الوقت صحيح. والله. تقدر تشري ابارتومو او ما حدايا دابا هنايا فيهم وتقلب لي فين الكاميرا نشوف. قلب لي الكاميرا نشوف فين بغيتي تشوف. كان نشوف نشوف الموقع كي داير الفيو كي داير. اوكي نشوف شوف كيف يونس نصور. شوف انا من الطبيعه ديالي هو مزيان كنخرج من داك الكادر الاكاديميك. اها تبارك الله. شوف لا ما كاين لا فيزا فيلا والو كاين الاسباس اللي نلعبو الدراري الصغار. البحر البحر تمايا الله يونس ياب. يونس قول لي ياك ما بغيتي نشري لك شي وحده هنايا قول لي قول لي قول لي انت ولا بغيتي تقول لي بشحال شريتي وشحال متر كاري. شحال شريت انا وشحال لا متر بغيتي كاري؟ الا بغيتي الا بغيتي ما بغيتي صاحبي قول لي عوج. انا ماشي على ما بغيتش انا نبغي قول لي تقريبا نقول قول شي حسبات لي قول 30 كا 30 كا عايش سعد صحيح. شمن 30 كا والله 30 كا 30 كا كليون مان بتنوطي بكل شيء. اما هذاك الشيء ما غاديش هنايا راه المهم راك شي راه يبان لك في الفيديو هذا الفيديو في اليوتيوب كيفاش شريت الدار يعني السيد تعامل معايا واحد السيده كانت تعاملت معايا هنايا 30 هي كم اللي كانت تقدر تيسر 30 كم وراه كاين ما قل دابا زعما كنت دابا حيت جات طاحت الليره تقدر تلقى ما قل. انا ماشي انا خديتها المهم انا السيده اللي خداتها لي وانا كنت غناخدها ب 24 قول لي دابا تما 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 الناس ما كيشوفوا زبال والو. هاد البلاصه هاد البلاصة معروفة بالأجانب حيت في جهة أوروبية معروفة ب اش كتسماو معروفين دوك صحاب الخارج كيجيو كيشريو هنا باش يجيو يصيفوا فهمتي. دابا غنشرح لك دابا السيدة اللي كانت خدات اللي كانوا شافوا في البلوك كيفاش شريت أنا الدار هنا وكذا ديك اللعيبة حيت درت أنا شي فلوك في شي ثلاثة الحلقات كيفاش شريت وكيفاش قدرت وكيفاش درت النوتير كيفاش خديت الإقامة كل شيء راه داير فيديو. واحد السيدة أنا كنت خديت عندها اير بي ان بي يعني باش تعرف القصة كاملة هي كنت كتبت ليها قلت لها أنا راه كنت وقعت لي واحد المشكل مع كندا ومرضت وداك الشيء قلت لها راه بغيت نجي زعما انفيستي تما شوفي لي شي حاجة ولكن ما تكونش غالية. بقات كتشوف دوك اللي كنصيفط لها أنا في واحد الابليكاسيون قلت لها ما عجبونيش أنا راه شفت واحد الدار حدا الدار ديالي هي شراوها أنا في 1988 يعني شراوها بشي 45 ألف دولار ذاك الوقت 45 مليون. قالت لي دابا راه طايح العقار وطايح الدولار وداك الشيء عنده يعني طايحه هنا الليره راه غادي تقام عليك مزيانه الا بغيتي تربحوا. قالت لي راه هذا السيد يعني مزروب على الفلوس حيت ديك اللي فوقك مقيومه ب 45 يعني 45 مليون بحال الشيء انا 15 مليون اذا جينا نشوفوا. قلت لها توكلي على الله
مسكينه هي واخا ما كتعرفنيش ما عرفتش اش تقص فيا الله يعلم حيت كان بين ظريف وداك الشيء معانا اللي تلاقيت معاها مره واحده تقريبا خلصت جات خلصت النص في الدار ولا شي حاجه وقالت لي غير جي والمشكله كانت وقعت لي مشكله باش غنخرج من المغرب شهر واحد مع ديك اللعيبه اللي غادي باش خاصك ديك ورقه المغادره وداك الشيء مي المهم شي حاجه قدرت مع حاجه وقدرت انني نجي صافي وقضيت الامور خلصتها جاب الله زربنا عليها مي الحمد لله عندي استثمار مزيان انا صراحه طونتي لا شونط على ان اللي راه غطلع طلعت ولا ما طلعتش المهم عندك دار في البطاقه اخر كيسيون نسولك بيون مرحبا ديال 45 شحال شديناك على العصا ديال 45 شحال